مصطفى منظور عضو مجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس جماعة الدار البيضاء. أولا التخندق في المعارضة ما جاش عبثا، ولكن كان اختيار لأن ما تمارستش الديمقراطية. اختيار ديال أعضاء المكتب كان من المفروض أنه كان مرشح وحيد هو سعد القدر بدرع لرئاسي ديال المجلس أنه يفتح نقاش مع جميع المكونات ديال المجلس، ومن ثم يدير واحد التصور ويقدم واحد اللائحه اللي تكون فيها التمثيليه ديال جميع الاحزاب السياسيه. لان هنا تيديو معنا بالتحالف، ولكن مجلس العمل ما فيهش تحالف، فيه مجموعه ديال الاحزاب السياسيه كونت ثلاثه اللوائح، وهذا هو الخلاف الفرق ما بين مجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس جماعة الدار البيضاء. مرة أخرى كيجي واحد ثلاثي ما يسمى بالجطروة ويعتبرون أنفسهم منسقون النجاة وكيفرضوا على المجلس، وكأن هذا المجلس الناس اللي فيهم كلهم قاصرين، ويفرضوا التغول ويفرضوا هذا، ويقول لك لا هذه اللائحة تبقى هي، تبقى استمرارية. الاستمرارية تقول لهم على أي أساس؟ يستمر هذا المكتب على أي أساس؟ واش التجربة السابقة كانت ناجحة؟ واش درنا تقييم وقلنا التجربة السابقة كانت ناجحة؟ وبالتالي خص يستمر هذا المكتب؟ أكيد لا. اليوم تيقولوا أن التجربة ديال سعيد الناصري كانت تجربة فاشلة. كانت هذاك. وراه هذا المكتب هو اللي كان مع سعيد. إلا أن التجربة ديال سعيد الناصري كانت فاشلة، حتى هذا المكتب راه هو فاشل. إلا كانت هذيك التجربة ناجحة، راه هذا المكتب ناجح. مع الأسف أن مرة أخرى اللي كيتحكموا الآلة ديال التحكم ومازال مستمرة في هذه البلاد، واللي تيتحكموا في التدبير المشهد السياسي في هذه البلاد هما ثلاثة، وخاصة الدار البيضاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.